أعتقد يمكن نتفق إنه قيمة كل واحد فينا بالحياة تساوي قيمة القيمة اللي بضيفها للحياة. قيمة الأب في البيت تساوي قيمة قيامه بدوره كأب في البيت. قيمة الأخ كذلك، قيمة العائلة كلها كذلك. قيمة الموظف في شركته تساوي قدر القيمة اللي بضيفها لشركته. فنجد إنه الموظفين اللي في لهم مساهمات كبيرة في شركاتهم في مؤسساتهم أيضاً تساوي قيمتهم داخل المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها. أيضاً كمان قيمة الشركة في المجتمع، قيمة الشركة في السوق تساوي قدر القيمة المضافة أو اللي بتضيفها للسوق. يعني قيمة أبل مثلاً تساوي قدر القيمة اللي بنشوفها إحنا من أبل في السوق، بالمشاكل اللي بتحلها، سهولة السولوشنز اللي بتقدمها للناس وكذلك. فإذا اتفقنا على هاي الأرجومنت، ممكن ما نعتبرهاش أرجومنت بس يعني إذا اتفقنا على هذا الأمر، أعتقد بنقدر نتفق سوا أنا وإنت على إنه قيمتك في شركتك يمكن رفعها بكل بساطة من خلال رفع القيمة اللي أنت بتضيفها للشركة. مثل ما بتعرف كل موظف في شركة أو كل حد بيشتغل في مؤسسة في له مهام معينة، وهاي المهام بتأدي دور معين في تقدم الشركة أو تقدم المؤسسة تجاه تحقيق أهدافها. فبنجد مثلاً CEO له دور، ودوره يتمحور حول الستيرينج الشركة، وين متوجهة، شو الهدف اللي احنا ماشيين له، ويتأكد انه كل الأقسام أو المحاور اللي في الشركة أو في المؤسسة متجهة تجاه الهدف أو الرؤية اللي هو وضعها. نجد مثلاً قيمة أو دور مثلاً الماركتينج مانجر في تتوجه في انه الشركة تجرو، تتوجه تجاه معين، تنعرف بالسوق أكثر، يكون في إلها سيلز انكاونتر أعلى أو فاليو أو قيمة أعلى وأهل مجرب. فالآن إذا اتفقنا على هذا على هذه النقطة الثانية، فالآن خلينا نأخذ الحوار على منحى آخر، وهو إذا كنت أنت بزنس ليدر، إذا كنت أنت مسؤول في شركتك عن رفع المبيعات، عن رفع القيمة السوقية، عن إدخال دخل جديد على الشركة. طبعا دورك هون ممكن يكون كصاحب الشركة أو كمدير في الشركة. فإذا تقدر ترفع من قيمتك داخل الشركة من خلال رفع الدخل اللي بتدخله للشركة، أو من خلال الماني أو الفلوس اللي بتسيفها على الشركة. بدي أعطيك quick example هون حتى أعمل base لأرجومنت آخر. تخيل إنه أنت مدير شركة أو أنت CEO في شركة، أجى عندك موظف وحكى لك أنا وجدت طريقة معينة أو في شيء معين إحنا اكتشفته في الشركة إنه بنعمله غلط، وهذا الشيء بيخلينا نصرف فلوس أكثر، فإذا حليناه بنصير نوفر فلوس. فقلت له أنت بكل اهتمام طبعاً أكيد تفضل احكي لي شو الموضوع. فقال لك أوكي، إحنا بنستعمل دباسات الكبسة تبع المكبس الأوراق بطريقة إكس واي زد، فإحنا إذا غيرنا الموضوع وصرنا نستعملها بطريقة أي واي سي بنوفر بتوتال على كل سنة بنوفر $300. Well, this is great. Good news. بدك تشكره على المساهمة أو يعني إنه they care ومهتم يعني وبيحاول يوفر على الشركة فلوس. تقول له thank you. وبدأ ترتفع قيمته عندك بمقدار الفاليو اللي ضافها لي $300. $300 بالسنة. فأنت شو ممكن تعطيه بورشن منها؟ ممكن تعطيه زيادة على راتبه مثلاً النسبة من مثلاً 10% من $300 على سنة، بطلع له هاي السنتات على السنة. ولكن إذا أجى عندك موظف ثاني وقال لك أوكي أنا شفت إنه في عندنا البست سيلز أو البست سيلينج برودكتس هي البرودكتس 1 2 3، ووجدت إنه إذا عملنا أدجستمنتس أو عملنا مثلا أب سيل لبرودكت ثاني ربطناه مع باكج في التالي، فهذا بيعطينا ريفينيو على زيادة ريفينيو على طول السنة بمعدل $2 مليون. مين القيمة المضافة أكثر هون؟ اللي وفر عليك $300 بالسنة عشان نوفر الدباسات، ولا اللي خلاك تبيع زيادة $2 مليون؟ أكيد طبعاً اللي خلاك تبيع زيادة $2 مليون. فهذا الأرجومنت ليش أنا طرحته، أو لهذا المثال ليش أنا طرحته، هدفي صراحة إني أحفزك تفكر بطرق تضيف فيها remarkable value، شيء يعني يذكر، شيء محرز كقيمة للشركة عندك. شوف شو في شيء ممكن تعمله الآن أو خلال النظر للموارد المتاحة. اعمل كويك أناليسيس هيك، تطلع شوف شو في بصير عندك بالبزنس، شو في شيء ممكن تعمله حتى توفر على الشركة فلوس ما لها داعي
او حتى تدخل للشركه فلوس هي يعني بنسميها احنا adjacent opportunities، يعني فرصه جنبك، يعني يعني ما بتاخذ يعني تاخذ منك minimal effort وبتدخل لك maximum revenue maximum profit. شو في شيء ممكن تعمله لشركتك الان بتخليك تحقق هذا الشيء، توفر فلوس او تدخل فلوس اكثر؟ وركز على تدخيل الفلوس اكثر، لانه اللي بيجعل رؤسائك اذا كنت انت موظف او بيجعل شركتك انت اذا كنت انت صاحب الشركه بيجعلها ناجحه اكثر على فكره مش saving money it is making money، هي اللي بتخلي الشركه تبعتك تدخل فلوس اكثر وبالتالي تتطور. هذا هو الشيء اللي 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 بيعنيك بالنهايه. فشو في شيء ممكن تعمله؟ بدي اعطيك هنت انا هون. اذا الان انت بتشتغل في شركه صغيره، اوكي، عدد موظفين لتسي اقل من 500 موظف، ونظرت للكاستمر اكوزيشن بروسيس، للطريقه اللي بتحصلوا فيها عملاء، وبتطلع عليها وشايف انه ما في سيستماتيكال واي، ما في طريق، يعني ما في انظمه بتم تطبيقها بشكل مستمر وبشكل واضح بتدخل فلوس، فممكن هاي تكون نقطه بدايه لك، نقطه قويه جدا. لانه على فكره معظم الشركات خصوصا الشركات اللي لها عمر في السوق، يعني عمرها اكثر من 3 سنوات، اوكي، سهل جدا مجرد ما طبقت نظام تسويق، يعني يكون في نظام معين للتسويق، سهل جدا انها كواردبل الريفينيو ترفع. انا بحكي عن 4 أضعاف السيلز او الفوليوم اللي بتحصله حاليا. وهذا شيء انا شفته بنفسي مع شركات اشتغلت معها، انه 400% زياده في السيلز فقط لانه احنا دخلنا سيستمز للبيع والتسويق والاعلان، مش كانت بس اعتباطا او سيزونال او يلا شوفي فرستريتد احنا هسه والسيلز مش ماشي فيلا نعمل اعلان ويلا، لا نعمل انظمه، شيء يعني شيء منظم، اوكي. فهي ممكن تكون اذا ما عندك، يعني اذا ما عندك نظام تسويقي حاليا في الشركه اللي بتشتغل فيها، فاعتقد انه هاي فرصه. يعني ممكن تحسها انت لا مش فرصه، انه لا فيش نظام تسويقي، كيف فرصه؟ لا انا شايفها فرصه، لانه انت مجرد ما عملت نظام تسويقي يهندل الكاستمر اكوزيشن بروسيس بالطريقه الصحيحه، فاذا انت عندك opportunity انك ترفع المبيعات بشكل خرافي، اوكي. واذا بدك مساعده في تطبيق نظام تسويقي، فاعتقد VAM value added marketing system is your go to، لانه ال value added marketing system هو عباره عن نظام تسويقي بيهندل الكاستمر اكوزيشن بروسيس كامله من A to Z، من الاعلان ثم التسويق ثم البيع، الثري pillars للكاستمر اكوزيشن بروسيس. من خلاله بتقدر تخلي الشركه تبعتك بروفيتبل اكثر، بريدكتبل اكثر، وسكيلبل بشكل اسرع. فاذا بدك تعرف اكثر عن الفام، في فيديو برزنتيشن بشرح التفاصيل، كل ما عليك انك تروح على اللينك اللي موجود تحت الفيديو او فوق الفيديو حسب وين تشوف الفيديو هذا، وتسجل بياناتك وراح نبعث لك الديتيلز كلها، او فيك تكتب كومنتس ام انترستد او انا مهتم، وبنبعث لك التفاصيل. اذا حاب تحكي معنا تليفون برضه وي ار اوبن، ابعث لنا مسج على الخاص، ابعث رقم تليفونك على الخاص، ما تكتبه بالكومنتس، وي ار مور ذان هابي تو هيلب، نتواصل معك ونشوف كيف ممكن نساعدك. بس خلي بالك تركيزك انت كبزنس ليدر لازم يكون على انك ترفع من قيمتك داخل المؤسسه اللي انت فيها، ثم ترفع من قيمه المؤسسه اللي انت بتشتغل فيها في السوق. الطريقه الوحيده للقيام بهذا الامر هي انك تضيف قيمه اكثر. تقدر تضيف قيمه اكثر للشركه، احنا بنحكي عن نظام ربحي شركات، فتقدر تضيف قيمه اكثر لشركتك في احد امرين، اما تو سيف ماني او تو ميك ماني، اوكي. اذا دخلت فلوس على الشركه فانت ابسولوتلي بتضيف قيمه يعني تانجبل، او اذا وفرت فلوس على الشركه ايضا بتضيف قيمه تانجبل. طبعا اكيد احنا ما بنستثني الاشياء الاخرى المعنويه اللي ممكن واحد يضيفها لمؤسسته، مثلا الطاقه الايجابيه، التفاعل اللطيف، الاحترام بين الزملاء، خدمه العملاء، والقصص هاي كلها اشياء جميله وممتازه، ولكن اذا بدك شيء يبين على السطح، يبين على السيرفس، يبين على الدعسه، اوكي، فاذا it has to be with money thing، اوكي، يا تعمل فلوس للشركة يا بتوفر فلوس على الشركة. وإذا بدك مساعدتنا بأحد الأمرين أو بكلاهما، فإذا أنت في المكان الصحيح. روح على VAM value added marketing أو getvam.com أو شوف الرابط اللي مع الفيديو هذا وتفرج على كل التفاصيل. في فيديو برزنتيشن بيوصلك مجرد ما سجلت بياناتك بيوصلك مباشرة بالإيميل. أعتقد هذا البرزنتيشن حيكون ذو قيمة كبيرة جدا، خصوصا إذا وضعته موضع التطبيق. أتمنى لك التوفيق. شكرا، السلام عليكم.